الأولاد نسمي الأولاد بأسماء جميلة حسنة. 孩子要有要取好的名字。عبد الله عبد الرحمن. 起名叫这安拉的仆人，我波斯的者的仆人。لا يمكن أن نعبد الأولاد لغير الله. نسمي مثلا عبد الحسين عبد النبي. 不允许改给孩子起名，说是某个人的仆人。لا نسمي الأولاد بأسماء الشياطين.不允许给孩子起恶魔的名字。بأسماء الجن， 取精灵的名字也不允许。بأسماء الكفار، فرعون مثلا， 起某个魅族的名字。لا يمكن أن نسمي باسم قبيح ليس جميل， 起某个丑陋的名字。يعني نسمي سعيد لا نسمي تعيس أو حزين。我们应当给孩子起词汇意思是幸福的名字，不应该起词汇的意思是不好的名字。لا نسمي بأسماء أهل الكفر أهل الشرك أهل الضلال فرعون أبو جهل مثلا 我们不应当起这个隐昧者的名字比如法老啊魅族啊这样的名字不应当起 إذا سمي باسم غير مشروع لا بد أن نغير هذا الاسم 如果给孩子起的名字是教法不允许的名字必须要改变他的名字 كذلك لا يمكن أن نسمي الأولاد بأسماء الله سبحانه وتعالى 同样我们不应该给孩子起安拉的名字 الله الرحمن رب العالمين لا يمكن أن يسمى بهذا 安拉呀比如博慈者比如众世界的调养者这样的名字不允许给孩子起 نعم فإذا سمي بهذه الأسماء لابد أن يغير 如果取了那样的名字必须要给孩子改名字 نعم